قتل 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون بتفجير سيارة مفخخة قرب مستوصف صحي شرقي بغداد، وألحق الانفجار أضرارا شديدة بالمنازل والمتاجر القريبة من موقع الانفجار في حي الأمين بشرق بغداد، فيما طوقت قوة أمنية منطقة الحادث ومنعت الاقتراب منه. ويشن جناح القاعدة بالعراق وجماعات مسلحة موجة هجمات منذ بدء العام الحالي في محاولة لإثارة أعمال عنف.